مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقي معكم في تغطية حية مباشرة لمباراة اليوم التي تلعب في ظل الأمطار. أمطار لم تمنع الجماهير من التوافد على الملعب، لم تمنع بالتأكيد العشاق من الظهور من الحضور في هذا الملعب، لم تمنع المحبين من مساندة فريقها. هكذا هي كرة القدم، بالتأكيد تدفع العشاق للحضور رغم الأجواء الصعبة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه، شيء لا يمكن وصفه بصراحة. ها هي البداية إذن. بول بوغبا، ليفاندوفسكي، ويمر، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. روبرتو كارلوس، فابينيو، فرناندو توريس يبحث عن المهاجم. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. روبرت ليفاندوفسكي يمر ويلعب كرة بينية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. بافل نيدفيد، كرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة من مسافة. يلعب كرة بينية، عرضية من رونالدو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يا لها من فرصة خطيرة عند فرناندو توريس. دينيس بيركام يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. يقطع الكرة، يحاول يسدد، تسديدة من بيركام، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. كرة اجتازت الخط، حاولت إلى رمي التماس. ديبالا، بافل نيدفيد، ضغط قوي وينجح في استعادتها. ميسي، ليفاندوفسكي، كريستيانو رونالدو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. دينيس بيركام، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. ديبالا يلعبها لمنطقة الخطر، لمسة بينية أمام فرناندو توريس. كرة، هدف لأرسنال بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. فابينهو، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب رمية التماس، إنييسا يحاول أن يلعب كرة بينية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. ديبالا، كرة إلى الأمام،
ديبالا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الكرة في الشباك، هدف. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. ليفاندوفسكي، لكنه لم ينجح. يستعيد الكرة سريعا. بافار يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. روبرتو كارلوس يتسبب في خطأ. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ميسي يمر ويلعب كرة بين ليفاندوفسكي. بافل نيدفيد، ديبالا. الآن فرصتهم للمرتدة. يلعب كرة بينية. فرناندو توريس، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. أوه، يعيشون أوقات رائعة الآن. هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. لم يكن هناك شك أن الكرة تضرب في القائم وترتد. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. الكرة للأمام. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. لا تغييرات في تشكيلة الفريقين. فابينهو، ليفاندوفسكي، لمسة على اليسار. فابينهو، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. لعبة سيئة، تقطع الكرة الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لمسة بينية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرناندو توريس، تلعب الكرة جميلة. جول. سيطرة تامة بالطول والعرض. يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. ديبالا، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الله، بيركام. الله، لعبة في منتهى الروعة. هدف. يا إلهي، مثل هذه الكرات اللي يمكن أن تقول عنها بوم. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. الكرة تصل إليه. يبحث عن المهاجم. يحاول أن يلعب كرة بينية. إنيستا يمر ويلعب كرة بينية. بيركام، الكرة في المرمى. جول.
رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. فرناندو توريس، بيركام يحصل عليها. فابينهو، بافار يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. روبرتو كارلوس، ليفاندوفسكي، بول بوغبا يلعب كرة بينية. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. كانت هذه الكرة الخطيرة جدا، التسديدة القوية، محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. محمد صلاح، تمريرة بينية. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. فرصة خطيرة جدا للتسديد. ميسي، ليفربول بالتأكيد بهذه الوضعية سيفقد الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ليونيل ميسي تلعب الكرة إلى الأمام. ساديو ماني، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. مرت الكرة في طريقها إلى المرمى، هذه كرة. محمد صلاح، يا إلهي، جول! تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. محمد صلاح، بيركام، بول بوغبا يلعب كرة على اليسار. يحاول تمريرها من بين المتسديدة من بيركام. بيركام، كرة عالية جدا. يستعيدها روبرتو كارلوس. نيمار يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. نيمار قادر على ابتكار الخطورة، الفرصة من الجهة اليسرى. هجمة مرتدة الآن. ميسي، بول بوغبا يمر ويلعب كرة بينية، يلعبها طويلة على الطرف. عرضية من هازارد، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يطلق الحكم.